الضيوف لا يزمني ومن يهدى قلبه إلى مطمئن البر لا يتجمجمي ومن هذا أسباب المنايا ينلنه وإن يرقى أسباب السماء بسلمي ومن يكن ذا فضل فيبخل فضله على قومه يستغنى عنه ويزممي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مع محمد نور. الأبيات اللي حضرتكم سمعتوها طبعا دي مش من كلامي يعني، طبعا دي من معلقات زهير الشاعر الكبير زهير بن أبي سلمة. هذا كان من الشعراء العرب الكبار وله معلقات كثيرة يعني، وله من الشعر ما فيه معاني كبيرة، والمعلقة دي كبيرة جدا يعني اللي أنا اتكلمت فيها، ولكن أنا أخذت منها بعض هذه الأبيات عشان نتكلم فيها بخصوص موضوع حلقتنا النهاردة. حلقتنا النهاردة بعنوان هكذا كانت أخلاق العرب. طبعا كان العرب وسيظلون ذو أخلاق وذو مروءة وذو شهامة، ولكن بتختلف المعايير من حقبة زمنية إلى أخرى ومن فترة إلى أخرى، بتختلف بعض المعايير يعني، وبتختلف النسب دي طبعا دلوقتي غير قبل كده يعني. اللي احنا بنتكلم فيه دي حاجات لو موجودة دلوقتي حالنا هيبقى غير كده خالص، حالنا كأمة العرب هيبقى غير كده خالص يعني. طبعا لا، الحمد لله والشكر لله ان احنا ننتمي لأمة العرب ونحن من في مصر اصل العرب، لان احنا يعني في مصر عندنا يعني السيدة هاجر ام العرب لما تزوجها سيدنا ابراهيم عليه السلام وانجب منها سيدنا اسماعيل عليهم وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام. فنحن اصل العرب ونحن يعني اللي تفرع مننا العرب اهل مصر الكرام يعني. ولكن العرب معروفين دائما، اخواننا العرب في كل في 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 من المحيط الى الخليج، بكرم الاخلاق وبكرم الضيافه و و و و ولكن كانت هناك معايير عند العرب ما بقتش موجوده دلوقتي. كانت في حاجات من اخلاقيات العرب زمان موجوده ما بقتش موجوده حاليا او قلت يعني، ما نقدرش نقول برضو انها بصفه منتهيه كده انها مش يعني انها اتمحت، لا موجوده بس طبعا بنسب زي ما قلت لحضراتكم في الاول بنسب قليله جدا. لو رجعنا للابيات الشعر اللي قالها زهير بن ابي سلمى، قال ومن يوفي لا يذممي، ال 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 يعني ومن يوفي لا يذممي ومن يطمئن قلبه ومن يهدى قلبه الى مطمئن البر لا يتجمجمي. اللي يوفي ويكون عنده من الوفاء، وفاء بقى الكلمة، وفاء العهد، وفاء الذمة، وحط تحت كل أنواع الوفاء، من يوفي لا يذممي يعني لا يذم يعني ما تقدر الإنسان الوفي لا يمكن تذمه. نقيس حضرتك مقاييس الوفاء في الزمن هذا بالمقاييس اللي يعني اللي كانت قبل كده في الوفاء، وكان عند العرب حاجة اسمها ذمة العرب. ذمة العرب كان لقسم، كان يحلفوا به ويقول لك وذمة العرب، والله انا فعلت كذا وذمة العرب، قسم يعني حاجة ذات قيمة ومعنى كبير جدا جدا جدا. المعنى ده طبعا دلوقتي لو قلت لواحد وذمة العرب يقول لك نعم يا فندم، ايوه عايز ايه يعني، يعني ما اصبحش ليه هذه المكانة اللي كنا دايما بنتكلم عليها يعني. ولكن الذمة عند العرب اللي هو الجوار يعني، انا هذا الرجل في جواري يعني، يقول لك انا في جوار فلان، لكن لا احد يستطيع ان يتعرض لي حتى لو كان هناك فأر او 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 ما كانش حد يقدر يتعرض ان هو في جوار فلان، في منعة فلان. طبعا كان حدث يعني بتدعو للفخر، بتتكلم عن جدودنا العرب وعن اخلاقهم وعن سماتهم، حاجة تدعو للفخار وتدعو ان الانسان يقف احنا فين من ده، احنا فين من ده.
نرجع تاني لموضوعنا في موضوع الأبيات. فزهير بيقول: ومن يوفي لا يذم، ومن يطمئن قلبه، ومن يهدى قلبه إلى مطمئن البر لا يتجمجم. اللي قلبه بيهتدي إلى مطمئن البر، يعني عنده كمية من البر غير عادية، لا تجمجم، ما تلاقيهوش بيتلجلج لما تيجي تحاسبه أو تيجي تكلمه أو تيجي توفي معاه أو أي حاجة، أو تيجي تسأله عن موضوع أو أمانة أو عهد أو ذمة، لا يتجمجم، ما يتلجلجش وتلاقيه. ومن يهرب أسباب المنايا ينلنه. اللي بيخاف من أسباب المنايا، شوف الشجاعة بقى، ده نقلنا من الوفاء في الذمة للشجاعة عند العرب. ومن يهب أسباب المنايا ينلنه، يعني اللي يخاف من الموت، من أسباب المنايا، المنايا اللي هي جمع الموت، يعني اللي يخاف من أسباب المنايا اللي هي ممكن تؤدي الى موته او قتله، ينلنه، هيجيله. اللي احنا خدنا منها دلوقتي اللي بيخاف من الشيء او بيخاف من العفريت بيطلع له. ومن يهب اسباب المنايا ينلنه، يعني هيطوله. فما فيش داعي للخوف، يعني اللي مكتوب يعني ما تخافش. وان يرقى اسباب السماء بسلمه، حتى لو طلع السابع على سلم برضه هيناله اسباب المنايا، هتناله. فالمكتوب مكتوب، ليس منه مهروب. فعلى ماذا الخوف؟ وعلى ماذا عدم التسليم للقدر اللي هيكتب لك؟ مكتوب لك اللي هيحصل لك هيحصل لك، تمام. ومن يكن ذا فضل، اللي عنده فضل بقى، يعني عنده كرم وعنده مال وعنده جود وعنده شجاعة، أيا من كان من أنواع الفضل، ومن يكن ذا فضل فيبخل بفضله. يبخل يعني يمتنع، يعني طبعا يبخل معروف، ولكن يعني بيمتنع عن قومه إن الفضل ده ينال قومه، يعني إنه يدي من الفضل ده لقومه. فيبخل من فضله على قومه يستغنى عنه ويزممه. نرجع للنقطة الأولانية تاني، يستغنى عنه ويزممه. لما يكون إنسان، أنت بتقصد إنسان ده يعني عارف إن ربنا مثلا موسعها عليه، نفترض في حاجة، في شيء ما، في وتيجي تقصده في شيء ويبخل بيه عليك، وأنت من أهله، مش شرط أهله، يعني أقاربه وأقارب الدم، لان القرابة بالعرب، احنا كاخوان عرب كلنا اقارب في حالة، يعني كلنا اخوة في بعض يعني، تمام. فتبخل بهذا الفضل على قومك من العرب يستغنى عنه ويزممه، يستغنى، يترك ويهمل، واخبالك، ويزمم، يبقى ده مزمم عند العرب، وانسان مذموم، وانسان يعني يعني خلاص بقى مكروه، وبقى انسان ما هواش الانسان اللي تستطيع ان انت تدخله تحت معايير الاخلاق عند العرب انذاك، تمام. فاصبح الموضوع مختلف هنا تماما جدا جدا جدا. تعال بقى حضرتك طبق الحاجات دي في اللي موجود عندنا دلوقتي، في اللي موجود، ما بخصش حد بعينه او شعب بعينه او حاجة. انا بتكلم ان السمة الغالبة عند العرب من المحيط الخليجي هي الكرم والمروءة والشهامة والرجولة والايثار، ده اللي احنا بنتأمله. ولكن هذه الاخلاقيات قلت بشكل كبير. فطبعا ده معناه ايه؟ معناه ان احنا دخلنا في دايرة مش كويسة. لو احنا مع بعضينا كعرب، هذه دعوة لكل الاخوة العرب بكل الدول العربية، نقف جنب بعض، نساند بعض اقتصاديا وعلميا وثقافيا واجتماعيا وسياسيا، نساند بعض، نرجع لحمة واحدة، امة واحدة. هذه يا جماعة كانت اخلاق العرب فيما قبل. أين نحن منها الآن؟
أين نحن منها الآن؟ بنشوف شفنا وبنشوف دول عربية بتعتدي على بعض، وده بيضرب في ده وده كان موجود أيام زمان، كان في الحروب والإغارات لكن احنا بنتكلم في مفهوم الأخلاقيات، في مفهوم ثقافة الأخلاق، هي دي اللي بنتكلم فيها. نتكلم في نقطة إن احنا نكون سند لبعض. التجربة أثبتت، احنا كنا بنقول الكلام ده أيام جاهلية وأيام وأيام وأيام، لكن حاليا دلوقتي نحن في وضع العالم كله بيلتحم ببعضه. شوف حضرتك الغرب، وشوف الاتحاد الأوروبي، وشوف ليه ما يبقاش عندنا اتحاد عربي؟ ليه ما نبقاش احنا كعرب لحمة واحدة، قوة واحدة، قوة اقتصادية واحدة؟ ليه انا حتى لما بدي مثلا دولة عربية بنقول بتسلف دولة، ما فيش الكلام ده. مصر ايام زمان لما كانت في عندها ساعة يعني من المال كانت بتدي العرب، ما تقولوش هات لي تاني، ما بدكش قرض ويقول لك رجع لي القرض ده تاني، لا، كانت بتبعت وكانت تبقى ترسل للسعودية كسوة الكعبة، وكانت وكل الحاجات دي كلها معروفة. مش نحن في ايه، في حل ان احنا نتكلم منها ونعيدها تاني، ولنا معروفة للجميع بلا شك يعني. فبرضو ان ده يكون موجود، ودي بوجه رسالة لقادتنا العرب، اتحدوا، كونوا وحدة عربية واحدة. احنا عندنا حاجة اسمها جامعة الدول العربية، عفوا كل الناس عارفة انها يعني لا بتودي ولا بتجيب ولا بتقدم ولا بتأخر، يعني مش ملهاش على الخريطة السياسية في العالم اي ثقل. لو قارنتها حضرتك مثلا بالاتحاد الاوروبي، لا، احنا نتمنى يكون في اتحاد عربي قوي، الاتحاد العربي، يكون في الدول العربية، ننهي خلافاتنا نحن العرب مع بعض، نكون امة واحدة، نكون يد واحدة، نكون لحمة واحدة. في الحالة دي، في الوقت ده، بخبراتنا كدول عربية، خبرة مصر والسعودية والإمارات والجزائر وتونس والمغرب وليبيا، كل ده عندهم ثقافات وعندهم خبرات وعندهم علوم وعندهم مصادر اقتصادية. تخيلوا حضراتكم لو كل ده تجمع في بعضه. أرجو إن الرسالة دي تصل للجميع، وأرجو من يشاهد هذا الفيديو أن يشيره لعل وعسى أن تتحد الشعوب وتكون على قلب رجل واحد، بقيادة زعمائها على قلب رجل واحد، ولعل وعسى نرى في يوم من الأيام ما يسمى بالاتحاد العربي الدولي. أتمنى ذلك بكل ما يعني ما في القلب من أماني، إن ده يحدث، أن نكون كلنا أمة واحدة، وأن تنفتح الحدود، وينفعش أخش ببلد السعودية وبلد تونس وبلد الجزائر وبلد المغرب وبلد الإمارات وبلد قطر وبلد عمان، مينفعش أخش بفيزا، مينفعش أخش تقول له والله أنا داخل فيزا، أنا عربي، ده أنا أخوك، ومينفعش أنت تخش مصر بفيزا. إحنا عايزين نلغي هذا، نلغي هذه الأمور، نكون أمة واحدة، نكون لحمة واحدة. المصري يروح اي دولة عربية، واي حد من الدول العربية يخش مصر بدون ما يقول له تأشيرة ومش تأشيرة والكلام ده، فيش الكلام ده اللي وضعه الغرب عشان يفرقونا. فنرجو ان نجتمع ونكون في يوم من الايام امة واحدة، وارجو ان تصل دعوتي هذه الى قادة العرب جميعا بلا استثناء، وان يوحدهم الله على كلمة واحدة، وان نرى في يوم من الايام اتحاد عربي قوي، اتحاد عربي دولي قوي، اتحاد اقتصادي وسياسي وعسكري، وكل لحمة واحدة. نرجو من الله أن يتم هذا في القريب العاجل بإذن الله تعالى. إلى هنا تنتهي حلقتنا اليوم من برنامجكم مع محمد نور، إلى أن نلتقي في الحلقة المقبلة بإذن الله. أترككم في رعاية الله وأمنه وسلامته، مع أطيب أمنياتي ورق تحياتي، طيب الله أوقاتكم بكل خير وسلامة وصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.